انا دلوقتي في القسم بعمل محضر عدم تعدي والابتزاز والتهديد من زوجي احمد البرازيلي، وده الاكونت بتاعي، وده انا ميرنا طارق، والاكونت مش مسروق ولا حاجه. ده ناس بعتهم يقولوا كده، ادعوا لي. لو حصل اي ضرر ليا او لبنتي هيبقى هو السبب. ده جزء من الاستغاثة اللي أطلقتها المطربة المعتزلة ميرنا طارق، واللي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا بعد ما حكت ميرنا تفاصيل خلافها مع جوزها الملحن المعروف. كمان ميرنا حكت كتير من التفاصيل اللي هنعرفها في الفيديو ده. ميرنا قالت في فيديو نشرته على صفحتها على الفيسبوك إن هي اتعرضت للضرب والحبس وكمان الابتزاز على إيد جوزها الملحن أحمد البرازيلي، وبدأت حكايتها وقالت: أنا ميرنا طارق، جوزي الملحن أحمد البرازيلي بيضربني وبيغتصبني وبيهددني وكمان بيبتزني بحاجات معاه، وكنت ساكتة عشان بنتي وكان حبسني، لكن دلوقتي أنا هربانة منه، انقذوني انقذوني منه، لو جرالي حاجة أنا وبنتي هيبقى هو اللي عمل فيا كده. اللي ما يعرفش أحمد البرازيلي، فميرنا طارق اتعاونت معاه في 3 أغنيات، آخرهم أغنية غيرينا، ودي كانت السنة اللي فاتت على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. وقت نزول التراك كانت الدنيا ما بينهم سمنة على العسل، وكتبت ميرنا: الحمد لله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 4 سنين مجهود وتعب تم طرح فيديو كليب غيرين، وده بفضل دعواتكم ومساندتكم ليا، بإذن الله يعجبكم. بشكر جوزي الملحن أحمد البرازيلي على تعبه معايا السنين اللي فاتت عشان يخليني أظهر بأحسن صورة، وبشكر كمان كل الناس اللي تعبت معايا في الأغنية علشان يطلعوا كل حاجة حلوة في الاستوديو وفي تصوير الكليب. ميرنا اتكلمت كمان عن أهلها، إن هما في البداية كانوا رافضين جوازها من البرازيلي، وكانوا رافضين الجوازة دي تماماً زي ما هي قالت في تصريحات صحفية، ولما أصرت على الارتباط بيه انقطعت علاقتها بأهلها بعد ما اتجوزته وعاشت معاه تحت سقف واحد وخلفت منه بنت سمتها ديجا. لكن بعد كده بتقول إن جوزها بقى شخص تاني وبقى بيعتدي عليها بشكل دائم، سواء كان بالضرب أو الاغتصاب الزوجي، وبتقول: بيضربني ضرب موت وجسمي بقى مشوه، ده غير إنه بيعتدي عليا، والاغتصاب بدأ من 6 شهور وعملت له محضر بكده، لأن أي كلمتين ما بيننا لازم بيختموا بضرب مبرح، وده رغم إني كنت ببين قدام الناس إني عايشة حياة زوجية سعيدة في الوقت اللي حاولت فيه إن أتخلص من حياتي مرتين على حد تعبيرها. كمان بتقول إن هي طلبت الانفصال أكتر من مرة، لكن هو وأخته هددوها بالقتل وخطف بنتها وتشردها في الشارع لأنها خسرت أهلها بسببه، وما بقتش على اتصال ما بينهم زي زمان، ودلوقتي بقت عايشة مستخبية في مكان محدش يعرف عنوانه بسبب خوفها الشديد من جوزها وأهله. وكمان بتقول إنه ماسك عليها حاجات بيبتزها بيها، وبترجح إن هي ممكن تكون صور صورها هو بنفسه ليها. الزوج الملحن أحمد البرازيلي رد على الاتهامات دي في تصريحات صحفية وقال إن هو عدو للسوشيال ميديا وما بيحبش الفضايح ولا حابب أصلاً يعلق على الموضوع ده، بس علشان خاطر بنته اللي عندها 3 سنين، وإن كل اللي يقدر يقوله إن ربنا هو اللي هيظهر الحقيقة، لو كانت هي اللي مظلومة ربنا هينصفها، ولو كان هو اللي مظلوم ربنا أكيد هينصفه. لكن لما الهجوم زاد عليه كتب على صفحته في الفيسبوك: أنا اتجوزتها واتقيت الله فيها وعملتها أفضل معاملة، وما كنتش بظهر في أي مكان إلا وهي معايا، عملت لها كل شيء بشهادة كل اللي يعرفونا، لحد ما رجعت بيتي وما لقيتهاش وما لقيتش بنتي ولا فلوسي، خدت كل شيء وهربت وتليفونها مقفول، بلوك معمول لي من كل شيء، ما صدقتش نفسي ومفيش أي مبرر أو سبب يخليها تعمل كده، وفوجئت بأصدقاء بيقولوا لي إن هي نشرت مقاطع فيديو فيها أكاذيب وفضايح كلها كذب وافتراء، وما تخيلتش إزاي عملت كده في بنتها. كمان كمل البرازيلي كلامه وقال: أنا عندي إثبات لكل الكذب اللي هي بتدعيه، لكن أنا مش هنشر أسرار زوجية على العلن حرصاً على بنتي، ولأن في مكان الحقوق بتتاخد فيه، وكل اللي هي بتقوله كذب وافتراء لا أساس لهم مطلقاً، وكل كلمة هي كذب ليها دليل عندي موجود، وأؤكد إن سكوتي أبداً لم يكن ضعف أو خوف، لكنه ستر لبنتي اللي ملهاش ذنب.